فتح 8 مراكز استقبال في عموم محافظات العراق وكما يلي: قيادة عمليات الأنبار لاستقبال محافظة الأنبار وأقضيتها ونواحيها في قيادة عمليات الأنبار، فريق العمل راح يكون في قيادة عمليات الأنبار، فريق عمل يكون في قيادة عمليات الديالة لاستقبال محافظة الديالة، فريق في قيادة الفرقة 12 في كركوك لاستقبال الضباط كركوك، وفريق في قيادة عمليات الفرقة 4 في صلاح الدين لاستقبال ضباط محافظة صلاح الدين، إضافة إلى فريق عمل سيكون في قيادة عمليات الكرخ لاستقبال ضباط محافظة بغداد، وفريق في قيادة عمليات الفرات الأوسط لاستقبال ضباط محافظات كربلاء والنجف والحلة والديوانية، بالإضافة إلى فريق عمل آخر في قيادة الفرقة 10 بالعمارة لاستقبال محافظة العمارة والناصرية والسموة والكوت، بالإضافة إلى قيادة عمليات البصرة سيكون بها فريق العمل 8 لاستقبال ضباط محافظة البصرة. الفترة ستكون منذ يوم غد من 17/7 ولغاية 1/8 ولكافة الأيام عدا يوم الجمعة.